سعيد الشرقي، مواطن مغربي في أمريكا. فجيت اليوم الصباح من فيلادلفيا، وبعدين نرجعوا حتى من بعد الماتش إن شاء الله. جيت على وقت الماتش نتفرج في الماتش ونرجعوا. جيت بوحدك؟ أنا ومدام ديالي، ما لقيناش ليبيي. كنا بغينا نمشيو لقطر ولكن ما لقيناش ليبيي وما قدرناش نمشيو. الحمد لله مستوى رائع، تحسن كل مرة تتحسن. فاحنا فخورين الحمد لله بالفريق الوطني ديالنا والإنتاجات ديالو. الحمد لله هذا تشرفنا على ذلك الشيء. لش ما تنفكروش باش نبدلوا أي جهود باش نساندوهم. الحمد لله ويحسوا بأنهم الشعب المغربي كله داري روزو. سي جوار ديال الوداد 79، خرجت من المغرب، لعبت مع لا بروموسيون ديال فخر الدين والعلوي والدراري. مجموعه كانت مزيانه بزاف من الصغر. لعبت من البيبي مينيم كادي جونيور ومشيت نقرا في كندا. برودكت اكبر منتج ديال الكسكسو في امريكا. حنا قضينا حياتنا كلها تما تقريبا. فان شاء الله دائما الانسان تيفكر في الرجوع للبلاد دائما. كل صيف تندخلوا الحمد لله عندنا البيت ديالنا، عندنا الدار ديالنا، عندنا المسائل ديالنا، الاصدقاء ديالنا. العائله مازال شويه في المغرب. كاينه بزاف العائله عندي في كندا ولكن الحمد لله. ما كاينش الجو ديال المغرب ولكن الحمد لله الصيام المغاربه تيصوموا في اي بلاد. مازال العادات تعتقد الحريره المدام خدمات واحد جوج اسبوعين تتوجد في كل شيء. المسائل اللي تنحتاجوا في رمضان باش نبدا رمضان ما يكونش عندنا الشغل بزاف. الحمد لله نفس الطقوس اللي كاينه في المغرب كاينه تما. الحمد لله.